السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص ببرمجة نظام التخزين في الذاكرة المسمى ميمكاشدي. فميمكاشدي فهي ليست بقاعدة بيانات، وإنما هي نظام تخزين في الذاكرة يستخدم ككاش لتسريع التطبيقات. مثلا يمكن وضع السيسيون الخاصة باليوزر داخل ميمكاشدي، أو وضع صفحات الويب داخل ميمكاشدي. في هذا المثال سنتعرف عن كيفية برمجة تطبيق يقوم بتخزين محتوى صفحات الويب داخل ميمكاشدي، ومن ثم إرساله لليوزر. في هذا المثال يعطوننا شرح مبسط عن كيف يتم الولوج إلى ميمكاشدي. فهذا هو البور الخاص بميمكاشدي. يمكن استخدام تلنت أو أي برنامج كلاينت تي سي بي للدخول لهذا البور. فميمكاشدي فهي بسيطة للغاية، فهي عبارة عن ست و جيت للمفاتيح. فهي ليست قاعدة بيانات ولا تحتوي على الكويري، هي فقط تحتوي على سيت جيت لقيم معينة. كما يقولون فهي simple key value store. مثلا الاسم محمد، فالاسم سيكون المفتاح ومحمد هي القيمة. لاستخلاص تلك القيمة نقوم بجيت الاسم وستعطينا النتيجة، والست لتسجيل تلك القيمة. فلا كومبلكسيتي، فتعقيد الخوارزمي لميمكاشدي فهو او واحد، وهذا فالبيك او تعني سرعة تنفيذ خوارزمية معينة. أي إذا كان المعالج ينفذ مليون ريكوست في الثانية، فإن سرعة الولوج ستكون جزء من المليون، جزء واحد من السرعة التي تنفذ بها الحوسبة، وهذا ما تعنيه البيج أو. نكتب بيج أو نوتيشن فقط للاستئناس. فالبيج أو نوتيشن تعني تعقيد الخوارزمية وكم تستغرق من الوقت النظري لكي يتم تنفيذها على آلة معينة. فميمكاشدي لها سرعة خارقة. الآن سنقوم ببرمجة تطبيق يقوم بتسجيل صفحات الويب داخل ميمكاشدي، وعند الدخول إلى الخادم يقوم بإرسال تلك الصفحات من الميمكاشدي. فميمكاشدي فهي جيدة جدا لتسريع تطبيقات الويب. نكتب npm install memcache. فهذا هو الدرايفر الخاص بميمكاشدي. الآن ندخل إلى الإيديتور ونكتب memcached.js. نقوم بتحميل الهيدر الخاص بميمكاشدي، ومن ثم تمرير الأدريس إي بي والبور للآلة التي تشتغل فوقها ميمكاشدي. كما تلاحظون يمكن تشغيل ميمكاشدي على شكل كلستر، وهي جيدة جدا في هذا الأمر مقارنة مع غوديس. أي يتم توزيع المعطيات على كلستر من ميمكاشدي وليس انستانس واحدة. تاتش، فالتاتش تقوم بخلق المفتاح مثلا
نقوم بخلق أحد المفاتيح نسميه نيم، نترك اوكي، وعند إذا مرت العملية بسلام نقوم بست لقيمة المفتاح ست كي نسميه محمد، و هذا الرقم فهو يعني حياة المفتاح 3600 ثانية، وهي ما يكافئ ساعة. الآن إذا قمنا بخلق ذلك المفتاح نقوم بعملية get لاستخلاص قيمة المفتاح هكذا. الآن نقوم ب get للكي، قيمة المفتاح فهي محمد كما تلاحظون، فمن كشتي فهي سهلة فقط set و get. الآن لما لا نقوم ببرمجة التطبيق؟ يقوم ب إرسال ريكوست عبر الشبكة وأخذ محتوى صفحة معينة وتسجيلها داخل ميمكاش جي، ومن ثم إرسال النتيجة للمستخدمين. لهذا الأمر وجب تنصيب موديل مسمى بريكوست. ندخل للريدمي الخاص بريكوست، تقومون ب npm install request لتنصيب request موديل request. هكذا نأخذ أحد المواقع، سأختار موقع ديسترو واتش المعروف الذي يهتم بلينكس والتكنولوجيا المفتوحة المصدر. نأخذ عنوان ديسترو واتش ونضعه داخل الريكوست، فالبودي سيكون الـ HTML الخاص بصفحة ديسترو واتش الذي سنقوم بتخزينه داخل الميمكاش. كما تلاحظون قمنا ب ريكوست لذلك الهوست. الآن سنقوم بست فالقيمة ستكون بودي. ومن ثم نستخلص القيمة من ميمكاش جي ونظهر النتيجة. في حالة الأخطاء نطبع أخطاء لكي نرى الأخطاء. كما تلاحظون فالتطبيق فهو يشتغل الآن، أي أننا نقوم بريكوست لصفحة ديسترو واتش ومن ثم نقوم بتخزين
داخل ميم كاشتي. الآن سنقوم ببناء التطبيق. باستخدام إكسبرس، ولقد قمت بشرح إكسبرس في الدرس السابق وكيفية استخدامه. هنا نقوم بأبب get الصفحة الرئيسية request response وأبب listen 90 90. نطبع جملة تمكننا من معرفة الأدغيس والبور لهذا التطبيق. الآن عندما يدخل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية لهذا التطبيق، سنقوم بعملية get من memcached وإرسال النتيجة. وإرسال النتيجة في response res send data هكذا. الآن سنقوم بتجربته من كيرل أولا باستخدام كيرل is xget 90 90. كما ترى سنقوم بحساب المدة، فهي سريعة مقارنة مع حجم الصفحة. هنا إذا قمنا بالدخول على هذا الهوست فإننا سنحصل على صفحة ديسترو واتش من الكاش الخاص بنا. سنحصل على نفس هذه الصفحة ولكن ب استخدام ميم كاش دي كما تلاحظون. المشكل فهو مشكل الصور، لأن الهوست يحتوي على مبرمج بطريقة يمنع الآلات والخوادم الأخرى من استخلاص بعض الأشياء كالصور وأشياء أخرى أو ما يسمى بالأوريجين. ما يهمنا نحن أننا قمنا بخلق كاش سريع جدا لهذه الصفحة. عن طريق ميم كاش دي. يمكن استخدام ميم كاش دي لتسريع الصفحات او تسجيل معلومات كالاغ اس اس مثلا ديسترو واتش اغ اس اس. ديسترو واتش اغ اس اس فيتس سأقوم باستبدال الموقع الرسمي بلغساس. أظن أن هذا الرابط فهو خاص بلغساس، لا فهي فقط صفحة الاشتامل. فهذا هو الرابط الخاص بلغساس. سمح فهذا هو الاكسامل الخاص بالاغ اس اس. الان نقوم باستبدال الهوست بالاغ اس اس
ونقوم بإعادة إطلاق هذا الخادم. كما تلاحظون فهذا هو الRSS حيث يقوم البراوزر بإظهاره بهذه الطريقة. مثلا نستطيع تحويل الإكسامال إلى جيسون عن طريق أحد الموديولات المسمى ب إكسامال تو جيسون إكسامال تو جاس. هذا الموديول تقومون ب npm install xml to json. parser parse string مكتوب بكوفي سكريبت. نقوم بتحميل هذه المكتبة. var و var parser الدالة فهي parser parse string. هنا قبل النداء على قبل النداء على السات الخاصة ب memcached نقوم بتمرير المعطيات إلى دالة parser parse string parse string هكذا. والآن فمنطق السات سيكون داخل الكالباك الخاص ب دالة parse string. سيكون ريزولتا وليس سيكون جيسون سترينجيفاي دو ريزولت. وهنا نطبع ريزولت. بارسر parse string. parse string ليس parse string ولكن ستكون body. كما تلاحظون لقد قام باستخلاص الإكسامال وتحويله إلى جيسون ومن ثم تسجيله داخل قاعدة بيانات memcached على شكل جيسون سترينج فيه. الآن سنحصل على جيسون مكان الإكسامال. من داخل قاعدة بيانات memcached. الآن المشكل فهو result. فresult object وجب فقط استخلاص المعلومات التي تهمنا. سنقوم ب result point point rtf point rtf point سنقوم فقط باستخلاص .rdf لرؤية النتيجة rdf. يقول لي انه undefined. عفوا سيكون
هذا هو المفتاح الكامل وليس RDF. هذا شيء جيد. الآن حصلنا على جيسون أكثر ملائمة. هنا وجب القيام بهذا الشيء في مكان الأوبجي. نقوم فقط بتسجيل القيمة التي تهمنا. كما تلاحظون الآن حصلنا على جيسون أكثر تنظيما. أستسمح إذا كانت هذه المراحل صعبة نسبيا. الآن نحصل على الهيدر فقط. كما تلاحظون الآن حصلنا على الهيدر فقط من الـ RSS، ويمكن استخدامه داخل صفحة الويب الخاصة بنا لإظهار الـ RSS الخاص بهذه الصفحة. هذا الكود قد يكون مفيدا إذا كنتم مهتمين ببرمجة تطبيق واحد يحتوي على RSS لمجموعة من صفحات الويب. فميمكاشدي فهي رائعة نظرا للكفاءة العالية التي توفرها. سأحاول إصلاح هذا الشيء. فهي عبارة عن دولار ودولار يحتوي على شانيل، وشانيل تحتوي على جدول. لذا وجب القيام بايتم. اظن انها بهذا الشكل ايتم. هذه هي الطريقة الصحيحة. الآن سنقوم باستبدال هذا الشيء ب point item. أستسمح إذا كان الشرح ممل لبعض الشيء، فهذا راجع إلى طبيعة هذا الجيسون كبيرة نسبيا. كما تلاحظون الآن نحصل على جيسون منظم نسبيا. الآن سنقوم فقط بجعله أكثر ملائمة ب data list كال داتا. سنرسل الدي. وجب قبل هذا الشيء تفقد الأخطاء. في حالة الأخطاء نرسل مساج أو رسالة تدل على الإيغور، وفي حالة عدم تواجد الأخطاء نرسل هذا الشيسون. كما تلاحظون الأمر فهو يشتغل، إلا أن المشكل هنا أننا قمنا بجيسون سترينجيفاي قبل تسجيل الجيسون داخل ميمكاشدي.
لذا هنا وجب القيام بجيسون بارس، وهذا الأمر كافي لحذف الأنتي سلاش من جيسون. كما تلاحظون الآن فعل فلو فهو يشتغل بطريقة رائعة. يمكن استغلال هذا الفلو لبناء تطبيق الويب يتتبع جديد مجموعة من صفحات الويب. كما قلت لكم فميمكاشجي هي جيدة جدا لمثل هذه التطبيقات. الآن إذا كان التطبيق يقوم بهذا الأمر بالنسبة لمجموعة من الصفحات، هنا نستطيع برمجة شيء من هذا القبيل. فسلاش سأسميه سلاش RSS سلاش ET، وهنا ستكون كي، ونضيف كلمة ET من البارامتر params.it. وهنا في نظام التخزين نقوم بإعادة هذه العملية لكل صفحات الويب التي يهمنا الـ RSS الخاص بها. الآن سنقوم بحساب المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التطبيق لإرسال هذا الجيسون. كما تلاحظون فهي سريعة جدا، 18 ملي سكوند بالنسبة لهذا الجيسون الكبير نسبيا. الآن لما لا نقوم بحساب الكفاءة باستخدام أباتش بنش، سودو APN 10,000 ريكوست بمعدل 1000 ريكوست في الثانية. نحصل على معدل 1180 ريكوست في الثانية. وللرفع من كفاءة هذا الخادم نستطيع إضافة موديول كلاستر var كلاستر require كلاستر و var os require os. if ليس هنا، if cluster is master و else. نقوم بتنفيذ الريكوست مرة واحدة داخل منطق الأب وخلق 4 نسخ من الابن. for var i يساوي 0، i أصغر من os cpu .lent. ف OSCPU.lent تعطينا لائحة بالمعالجات الموجودين في النظام. ولقد قمت بدروس في السابق حول موديل كلاستر وكيف يمكن استخدامه للرفع من كفاءة التطبيق. هكذا يا إخواني نقوم بإلصاق هذا الكود هنا داخل المنطق الخاص بالابن، وهنا نقوم ب كلاستر فورك. وأيضا في حالة ما إذا وقعت أحد الأخطاء بالابن، مثلا قام النظام بقتل هذا التطبيق، نقوم بإعادة تحميله مرة أخرى باستخدام كلاستر اون اكزايت function cluster fork. الآن ما علينا سوى إعادة تشغيل هذا التطبيق.
سيقوم النظام بإرسال الريكوست مرة واحدة لأن المنطق الخاص بها فهو موجود بالأب. الآن نقوم بإعادة تشغيل هذا التطبيق وسنحصل على كفاءة أكثر من 1000. كما تلاحظون نحصل على 1460 ريكوست في الثانية باستخدام موديول الكلاستر. كما تلاحظون باستخدام كورل في الكفاءة فهي عالية جدا، ولا أظن أنكم تستطيعون الحصول على كفاءة أعلى من هذا الشيء إلا إذا استخدمتم لغات يتم تحويلها إلى البناغ مباشرة كالجو أو إرلانج، فإن أغلب التطبيقات التي قمت بتجربتها فهي لا تتعدى 20 ملي سكوند في الثانية. كما تلاحظون فالتطبيق هنا فهو أقل من 20 ملي سكوند في الثانية، وهذه الكفاءة فهي عالية جدا. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص باستخدام نظام التخزين في الذاكرة المسمى ميمكاشدي لبناء تطبيقات تخزين الـ RSS باستخدام منصة نود جي اس واكسبريس جي اس. وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.